السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة محاضرة جديدة في برنامج باوربوينت. إحنا كنا أخذنا لحد الآن في الدبلومة اللي إحنا مستمرين فيها، أخذنا البرنامج الوورد وأخذنا الإكسل. أخذنا الوورد في 12 محاضرة والإكسل في 8 محاضرات، وبإذن الله مكملين في الباوربوينت. لحد الآن بنشرح أساسيات، والأساسيات اللي إحنا بنشرحها يعتبر هي الأساسيات اللي في برنامج الإكسل وبرنامج الوورد. هنبتدي إن شاء الله من المحاضرة اللي جاية هنشتغل على الحاجات اللي أنا هوريها لكم دلوقتي. أنا عندي محاضرتين للباوربوينت، من أهم محاضرتين هنشتغل على الشغل اللي هو الأساسي بتاع الباوربوينت، هنطبق على كل حاجة احنا خدناها في الباوربوينت. نشتغل على ازاي نعمل شكل انفوجرافيك، ازاي اعمل مشهد تحريكي اللي هو شغل الموشن جرافيك، الاعلانات اللي احنا بنشوفها في التلفزيون ازاي اعمل اعلان زيه بسيط، ازاي اعمل عد التنازلي اللي انا بشوفه، ازاي اعمل شخصية كرتونية، هنتعلم برضو اللي هي البازل اللعبة ازاي نعمل اللعبة، اي حاجة عايز احولها ل3 دي ازاي احولها ل3 دي، ازاي اعمل كتاب داخل باوربوينت، وازاي اعمل ختم خاص بيا داخل الباوربوينت. ده هيكون شغلنا ان شاء الله في المحاضرتين اللي جايين في الباوربوينت. طيب كل ده ان شاء الله هنتعلمه بالتفصيل الممل. ان شاء الله باذن الله هتكون في عليه تاسكات، بحيث ان انا اشوف الناس استفادت قد ايه من الباوربوينت. والحاجات اللي خدناها ان شاء الله هيبقى عليها تاسك ان شاء الله هنزله النهارده شامل كل حاجه خدناها ان شاء الله في الباوربوينت. بعد كده ان شاء الله علشان زي ما قلنا هنكمل الشغل اللي احنا اشتغلناه، هنشتغل في اساسيات الكمبيوتر واساسيات الانترنت واساسيات تكنولوجيا المعلومات واساسيات الامن السيبراني الجزء النظري. الجزء النظري زي ما انتم شايفين كده، ده كتاب خاص بالجزء النظري. ده كتاب فيه شرح كل الجزء النظري اللي احنا المفروض نعرفه، استرات برامج الاوفيس، ايه هي برامج الاوفيس، ده كله ان شاء الله هنشرحه بعد ما نخلص الباوربوينت قبل ما ندخل في برنامج الاكسس. يعني ايه هاردوير، يعني ايه سوفتوير، يعني ايه كمبيوتر. نتعلم برضو ازاي بدأ الحاسوب، الكمبيوتر بدأ امتى بالظبط، تاريخ الحاسوب، مين اللي هو الجد الاول للحاسبات، مين اللي هو اصلا انشأ الحاسبات. هنتكلم على الاجيال كلها ان شاء الله. ايه انواع الحاسوب؟ ايه هو الحاسوب الشخصي، الاجهزه الرقميه، ايه مكونات الحاسوب، كل جهاز كمبيوتر بيتكون من ايه وايه وايه. هنتكلم برضو على المنافذ، منافذ الادخال والاخراج. ايه هي الفرق ما بين الرام والروم، انواع كروت الشاشه، هشتغل على كارتين اللي هو اسمه انفيديا واي ام دي، وازاي اميز ما بين الاثنين، وازاي اختار كارت الشاشه، ايه اللي بيأثر على سرعه الجهاز الكمبيوتر او الحاسوب، وحدات القياس الذاكره ايه هي، ولو عايز اعمل اثبات، لو عايز اثبت مثلا التيرا بايت 1024 جيجا بايت ازاي وصلت ل 1024، ممكن هنثبته مع بعض ان شاء الله. ايه وحدات التخزين اللي ممكن اخزن بداخلها البيانات، ايه هي وحدات الادخال ووحدات الاخراج، وحدات الادخال وحدات الاخراج، وهي وحدات ادخال واخراج معنا. السوفت وير يعني ايه سوفت وير، بينقسم لايه، ايه انظمه التشغيل اللي عندي اللي هي الدوس والويندوز واللينكس واليونكس والاندرويد، ايه هي البرمجيات اللي عندي. بعد كده هنعرف الفرق ما بين الفايل والفولدر والسب فولدر والدرايف.
اساسيات الانترنت، يعني ايه انترنت، الانترنت بيقدم لنا ايه، الفرق ما بين الانترنت والاكسترانت، الفرق ما بين التحميل والتنزيل، ايه هو طرق الاتصال بالانترنت. كل النظر دي للعلم، الناس ممكن تسأل احنا ليه بنشرح نظري، ان اللي هيدخل الامتحان دولي الاي سي دي ال او الاي سي 3 هيحتاج الاسئله النظريه دي. الشبكات، يعني شبكات ايه، انواع الشبكات اللي عندي، عندي شبكه محليه، محليه لاسلكيه، شبكه واسعه، عندي شبكه الخادم، ايه مميزات استخدام شبكه الخادم. بعد كده ندخل المعلومات، يعني تكنولوجيا المعلومات، ايه مكونات تكنولوجيا المعلومات. يعني ممكن سؤال ايه الفرق ما بين مكونات تكنولوجيا المعلومات وايه مكونات الحاسوب، هتقارن ما بين الاثنين. مكونات الحاسوب اللي هي وحده النظام، لوحه النظام، وحده المعالجه المركزيه، وحدات الادخال، وحدات الاخراج، والقرص الصلب، والذاكره. اما مكونات تكنولوجيا المعلومات هي اللي هو الهاردوير والسوفتوير والداتا والانترنت والحوسبة السحابية، وعندي العمليات والبيانات. انا بستخدم تكنولوجيا المعلومات في ايه بالظبط، ايه اهمية تكنولوجيا المعلومات، ايه مكونات تكنولوجيا التعليم، ايه هو التعليم الالكتروني، ايه هي ايجابيات التعليم الالكتروني وسلبيات التعلم الالكتروني، ايه هو العمل عن بعد وايجابيات العمل عن بعد وسلبيات العمل عن بعد، يعني بريد الكتروني، يعني مراسلة لحظية، يعني مدونة ويب، يعني خدمة البث والنشر اللي هي اسمها البودكاست، هي ايه خدمة التلقيم البسيط، مجتمعات الانترنت الافتراضية، الاحتياطات اللازمة عند استخدام الانترنت، والصحة، والهندسة البشرية، والإضاءة، والوضع المناسب للحاسوب، عوامل ضمان الصحة الجيدة أثناء استخدام الحاسوب، إعادة تدوير مكونات الحاسوب، خيارات توفير طاقة الحاسوب. الجزء الرابع سيبراني، يعني فضاء سيبراني، يعني ردع سيبراني، يعني هجمات سيبرانية، يعني جريمة سيبرانية، من أقوى الدول وضعفها سيبرانية. عندنا مصر ثاني ازاي احمي نفسي من البرمجيات الخبيثة وازاي الخبيثة. صوتي طيب واصل للناس ولا لا؟ الصوت واصل كويس للناس؟ الصوت واصل كويس؟ تمام. طيب ازاي طرق انتقال فيروسات الحاسوب، ويعني هوية او مصادفة، اسماء المستخدمين، وكلمات كلمات السر، ايه هي سياسة كلمات المرور، ايه النسخ الاحتياطي للملفات واشكال النسخ الاحتياطي، يعني جدار ناري، ايه وسائل منع سرقة البيانات. في برضو عندي هنا دي الأسئلة النظرية اللي هي ممكن تيجي في الامتحانات الدولية، مش ممكن، اللي هي بتتحط أكيد في الامتحانات الدولية، نجمعها في فايل إن شاء الله نشرح كل ده مع بعض، يعني في حدود 30 صفحة دي كلها أسئلة والحل بتاعها، أسئلة بالحل بتاعها على أساسيات الإنترنت وأساسيات الكمبيوتر وعلى أساسيات تكنولوجيا المعلومات. أسئلة بالحل بتاعها.
ده ان شاء الله هتتشرح، كل ده هيتشرح ان شاء الله بعد ما نخلص الباوربوينت. بعد كده اسئله الامن السيبراني. اقف عليها عشان يبقى كده كل الاسئله معاك. زي ما احنا اتفقنا اللي هنشرحه ان شاء الله في الباوربوينت، زي ما اتكلمنا ايه اللي هنشرحه ان شاء الله بعد الباوربوينت، وبعد كده هندخل على برنامج الاكسس. طيب انت هتستفاد ايه من كل ده؟ انت بعد ما تخلص الدبلومه دي هتبقى انت كانك معاك شهاده ISO 3 وشهاده ISO 3 وشهادة MOS وشهادة MOSE و MOSM واكسترا. ايه معنى الكلام ده؟ يعني بعد ما تخلص الدبلومة هتبقى متمكن في الـ ICDL اللي هي اساسيات الحياة دي كلها. طيب الـ IC3 هي هي بس على توسع شوية. الـ MOS اللي هي مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست، متخصص مايكروسوفت اوفيس. طيب MOSE هيبقى مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست اكسبورت، خبير شويه في برامج الاوفيس. طيب لو عايز تاخد حاجه زي ماستر او ماجستير اسمها MOSM، يعني مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست ماستر. بعد كده اكسترا بيكون فيها البرامج اللي احنا هنشرحها زياده، الببلشر والفيزو والحاجات اللي هي الجديده عليه. للعلم الدبلومه كان حوالي 14 برنامج، في برنامج اسمه مايكروسوفت تو دو، وفي برنامج تاني اسمه مايكروسوفت بلانر هنشرحهم ان شاء الله في الدبلومه. طيب دلوقتي صوتي بيجي تمام ولا برضو في مشكلة في الصوت؟ عشان نبتدي نشرح اللي احنا ما خدناهوش في الباوربوينت. صوتي تمام ولا في اي مشكلة؟ تمام. طيب احنا هنبدا دلوقتي، ولو حصل اي مشكله في الصوت الناس توقفني. طيب كنا شرحنا قائمه فايل وهوم وانسيرت وديزاين وريفيو وفيو، قلنا هنسيب الترانزيشن والانيميشن والسلايد شو للمحاضره اللي جايه. تمام كويس. باذن الله زي ما قلنا وزي ما اتفقنا، يعني ناس معايا، في ناس معايا من شهر 12 اللي فات وناس من شهر 2، فالناس تعبت، بس ان شاء الله نتيجه الدبلومه دي هتشوفوها في الاخر، هتشوفوا نتيجه الحاجات اللي انتم اتعلمتوها في الدبلومه دي، واتمنى ان الناس فعلا تطلع مستفاده من الدبلومه. نكمل شرح الباوربوينت. زي ما قلنا انا النهارده مش هتطرق للحاجات دي عشان الحاجات دي محتاجه محاضرات كامله. احنا قلنا نخلص بس الاول الاساسيات بتاعته، بعد كده نبتدي نشرح الحاجات دي. هنشرحها ان شاء الله في محاضرتين، لو احتاجنا وقت زياده هناخد وقت زياده ان شاء الله، بدايه من يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله. المحاضره ممكن تبقى من ساعتين لثلاث ساعات عشان نشرح
في يوم من الحاجات دي، لان اقل حاجه من الحاجات دي محتاجه على الاقل طريق ان شاء الله مش هتاخد وقت معاكم. عندي قائمتين انا لسه ما شرحتهمش، اللي هو الترانزيشن والانيميشن والسلايد شو. ترانزيشن اللي هي الانتقالات، الانتقال ما بين كل شريحه والثانيه. انيميشن، الانيميشن اللي هو المؤثرات، تاثيرات اللي هي داخل السلايدات. اما السلايد شو اللي هو بعد ما خلصت العرض بتاعي ابتدي عايز ايه اعرض الشغل اللي انا عملته. انا هنا مثلا في السلايد الاولى دي تمام، عايز اعمل لها ترانزيشن انتقال، يعني اول ما يدخل لي عليها يعمل لي شكل، اخترت شكل زي ده مثلا اهو، اخترت حاجة مثلا زي الستارة. معنى كده اول ما يدخل عليها على طول يعمل لي شكل ده. طيب السلايد التانية، السلايد التانية مثلا اخترت حاجة زي كده، جيت مثلا اجرب سلايد تالتة اعمل لها دوبليكيت، دوبليكيت تاني، اغير الانتقال، اجي هنا برضو اغير الانتقال شوية. مدة الانتقال يعني معنى ايه مدة الانتقال؟ احنا كنا كل اللي عرفناه دي اشكال الانتقالات، دي اشكال الانتقالات، دي كلها اشكال الانتقالات اللي عندي. طيب عايز اعمل لها عرض، ادوس على بريفيو، ادي شكل الانتقال هنا، بريفيو اهي، هنا بريفيو، هنا دوست على بريفيو اهي. طيب المده نفسها اللي بنتقل فيها، انتوا لو شايفين لو جينا عملنا يعني ضعيفه شويه. طب لو خليتها مثلا جيت هنا عند الديوريشن اللي هي المده، عند المده رحت خليتها مثلا 3، لما باجي اعمل بريفيو لاحظوا كده بيحصل ايه، سرحها شويه. طيب لو جيت خليتها دي معناها 3 ثواني، سرحها اكتر، انا هرجعها تاني زي ما كانت مثلا 6 ثواني، الحركه نفسها بتكون بطيئه شويه. طيب الحركه دي لو عايز اعمل فيها صوت من حاجة اسمها الساوند اللي هو الصوت، اختار الصوت اللي انا عايزه. ناس سمع الصوت حاجة مثلا زي كده، دوس على بريفيو غيرتها. اللي انا عملته ده لو عايز اعمل له تطبيق على كل حاجه، على كل السلايدات اللي عندي، هدوس على ابلاي تول، هروح على السلايد الثانيه نفس اللي انا عامله اهو في الساوند والديوريشن، السلايد الثالثه نفس القصه، الرابعه نفس القصه من فوق. عندي هنا حاجه اسمها الادفانس سلايد، ان ماوس كليك وافتر، معناها ان انا لما اجي احرك، لما اجي اروح على السلايد شو وادوس على فروم بيجيننج ده عمل لي عرض. عشان ينتقل للصفحه الثانيه لازم انا يا اما احركه بالماوس يا اما باللي هي الاتجاهات بتاعه الكيبورد اللي هو الدايركشن اهو، انا ادوس على اتجاه من تحت فتحرك. لا انا مش عايزه كده، انا عايزه بعد مثلا 6 ثواني يتحرك لوحده، فانا بشيل علامة الصح من فين،
من ان ماوس كليك واعلم على افتر، بحدد له الثواني اللي بتغير ده الثواني، اللي جنبه ناحيه اليمين دي الفيمتو ثانيه، اما اللي جنبه ناحيه اليسار دي الدقائق. اهو انا عايزه مثلا يتحرك بعد 10 ثواني لوحده، اروح ادوس على سلايد شو وادوس فروم بيجيننج. هو خلص هنا العرض بتاعه، انا ما لمستش اي حاجه، اهو استنى عليه 10 ثواني بالظبط هلاقيه بيتحرك. اهو اتحرك لوحده من غير ما المسه. ده اللي هو الترانزيشن الانتقالات. لازم اعمل الكلام ده كله اهو على السلايد الاخيرة، نتعلم على اون ماوس. لا انا مش عايز اون ماوس، انا خليه بعد مثلا اجي في السلايد الثالثة برضو اضطر اعمله لوحدي 10 ثواني على كل اللي هو الساوند ديوريشن، المده نفسها اللي هي مده، المده اللي بتحرك فيها الترانزيشن او الانتقال، والصوت بتاع الانتقال. لو جيت عملت له عرض من الاول، هو معلش الصوت وقف من اول فين؟ الصوت راح من اول فين؟ يعني لما جيت قلت ان انا هسيبه يعرض لوحده، دقيقة. طيب بص على الفروم بيجيننج، بعد 10 ثواني هتحرك لوحده. الحاجات اللي هي موجودة داخل السلايد اللي هي الحاجات دي اللي من جوه، الحاجات اللي من جوه التأثيرات بتاعتها، يعني حاجة زي كده هلاقي ظهر معايا اللي هو الانيميشن مؤثرات، دي كلها مؤثرات مختلفة، تأثيرات مختلفة. ممكن اختار حاجة زي كده اهو. طيب جيت هنا اخترت تأثير زي ده، حلو. نلاحظ ان كاتب لي هنا واحد وهنا اتنين، معنى ان اول حاجة تظهر هنا دي اول حاجة، بعد كده بعديها دي. عايز اعكس في حاجة هنا خالص في التايمينج اسمها الموف اريال، ف
فخليت اللي تحت واحد واللي فوق اتنين، عايز اعكس موف ليتر الير، يعني ان انا اخليه ارجعها سنه لورا او خطوه لورا. اما ليتر ان انا اخرها خطوه لقدام. انا هنا عملت تاثير حلو كده، وعايز اعمل له عرض، اختار بريفيو. حلو. طيب في حاجه هنا اسمها الايفكت اوبشن، اعدادات تاثيرات. انا لما اجي عملت ده، عملت له بريفيو، فظهر معاك من تحت، عايز اعكس، عايز اخليه من ناحيه اليسار، اهو ظهر من ناحيه اليسار، عايز اخليه من ناحيه اليمين، ظهر من ناحيه اليمين، من اعلى ظهر من اعلى. برضه نفس القصة على باقي اللي هو الانيميشن. هنا الاد انيميشن، لو عايز اضيف حركة تانية، عايز اضيف حركة تانية ليها برضه. يعني لو دوست على بريفيو عمل حركتين، عمل حركتين، بقول له هو انت عامل هنا حركتين. يعني لو عايز اضيف حركة تانية بدوس على اد انيميشن، ادي انت ضايف هنا حركتين. طيب انت واقف عند ثلاثة، خليها الير، ادي اثنين، ندوس على بريفيو، فكده الحركة الأولى وادي الحركة الثانية. طيب هنا ستارت، ايه معنى ستارت؟ انا عامل هنا ثلاث حركات في السلايد، ثلاث حركات في السلايد، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة. عايز الثلاثة يظهروا مع بعض، هدوس على ويز بريفيوس. انا اسف، انا عايز مثلا واحد واثنين يظهروا مع بعض. انا حاليا متظلل حوالين الاثنين، معناه انا واقف على الحركه الثانيه، عايز اخلي الحركه الثانيه تظهر مع الحركه الاولى. من ستارت اختار ويز بريفيوس، ادي خلي الاثنين نفس الحركه، اهو الاثنين ظهروا مع بعض. طيب لا، انا عايز اخليها افتر بريفيوس، بعد السابق. بس الاول خليها اون كليك، ادي واحد واثنين، ورحت لو دست افتر بريفيوس برضو. ايه معنى بعد السابق؟ السابق اللي عندي مثلا رقم واحد هو يظهر لي بعديها، يعني الاثنين مع بعض. الديوريشن، ديوريشن اللي هي المده، ديوريشن اللي هي المده. طب لو جينا هنا مثلا في الديوريشن، خليتها لو رحت على البريفيو، شايفين الحركة بتاعة الديوريشن المدة نفسها، خليتها مثلا ست ثواني، ايه اللي هيحصل؟ بتظهر حتة 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 حتة، فبيزود في المدة نفسها بتاعة التأثير. طيب حاجة اسمها الديلي، المدة ما بين كل ترانزيشن والتاني، أو كل تأثير والتاني. أنا هخليها مثلا حاجة زي كده، هنا نفس القص، اهو دوست على بريفيو، اتاخر في الظهور، المده وجا ما بين كل ترانزيشن والتاني بتكون مثلا 3 ثواني، اهو. يبقى الديوريشن المده نفسها بتاعه التاثير، اما الديلي هي المده ما بين كل تاثير والتاني. هنا انا مختار انيميشن اسمه شيب، اللي هو شكل. في الافكت اوبشن دي كلها تاثيرات، ممكن اخليك ايه، كدائره، بيظهر معايا كدائره اهو. ممكن اخليه يظهر معايا كشكل مثلا بلس زي كده اهو. ركزوا على شكل الظهور بتاعه. ممكن اخليه حاجه اسمها as one object، شوفوا كده نلاحظ الظهور. طب لو خليته مثلا باي باراجراف، يعني بيظهر لي باراجراف باراجراف، انا ما عنديش هنا غير بس يعتبر سطر واحد بس. طيب
لحد هنا في اي مشكلة مع الناس؟ بالظبط، لازم يكون في اكتر من فقرة. طب انا خلصت الشغل ده وعايز اعرضه، اروح على حاجة اسمها سلايد شو. هنا لو عايز اعرض من اول صفحة هختار حاجة اسمها فروم بيجنينج. طب لو انا واقف على الصفحة رقم 3 وعايز اعرض من الصفحة رقم 3 حاجة اسمها فروم كارنت سلايد، من الصفحة الحالية. طب عايز اعمل عرض للبرزنتيشن بتاعي اونلاين عن طريق الانترنت، هنقول بريزنت اونلاين. طب لو دوست على كاستم سلايد شو، دوست كاستم شو، لو عايز اعمل له زي احطه داخل مجموعه مثلا، هنا لو دوست على حاجه اسمها هايد سلايد بيخفي لي السلايد. معنى كده ان انا لما اجي اعمل عرض تقديمي السلايد اللي انا خفيتها مش هتظهر معايا. قلنا ازاي نظهرها، هضغط عليها تاني. في طريقه تاني، اضغط عليها كليك يمين واروح اعلم على حاجه اسمها هايد سلايد، اخفاء السلايد. اهو هتلاقوا في شرط على الرقم اهو من بره. طب عايز اظهرها تاني، اروح اعلم تاني على الهايد سلايد فهتظهر معايا. في حاجه اسمها هنا شايفين اللي بيحصل فوق، بيعمل لي ريكورد للي بيحصل من قدامي. انا خلصت الريكورد، ادوس يس. ريكورد اهو، سلايد شو، ريكورد فروم كارنت، كلير ريكورد فروم بيجيننج. انا عايز اعمل ريكورد او عايز اعمل تسجيل للعرض التقديمي من الاول فروم بيجيننج. طيب من السلايد الحاليه فروم كارنت سلايد. المونيتور اللي هي الشاشة نفسها، العرض لو في عندي اللي هو البروجيكتور. لازم كل بوكس عندك او كل حاجة حاططها داخل صندوق، يعني انا داخل صندوق، انا ما ينفعش اعمل اتنين مع بعض. اعمل على ده الاول اخلص منه وبعد كده اجي اعمل على التاني. ده ان شاء الله باذن الله في بعض الحاجات هناخدها، بس لما اجي نشرح اللي هو شغل الانيميشن. يعني قصدك عايز مثلا السطر الاولاني تعمل له عرض انيميشن، السطر الثاني انيميشن، الثالث انيميشن، الرابع انيميشن، وهكذا الباقي، صح كده؟ ده ان شاء الله هقول لك ازاي ناخدها ان شاء الله لما نيجي نشرح اللي هو المشهد التحريكي، لان اغلب الاوامر دي انا هستعملها في المشهد التحريكي، جزء الانيميشن وجزء الترانزيشن وجزء السلايد شو برضو. انا لسه برضو يعتبر ما خلصتهمش، ان لما اجي اعمل مشهد تحريكي او عد تنازلي او شكل كرتون او لعبه او كائنات ثلاثيه الابعاد او كتاب او ختم او شكل انفوجرافيك، هحتاج الثلاث قوائم دول. دول اكتر ثلاث قوائم هشتغل عليهم، بجانب برضو هشتغل على الشيب، الاشكال. الشيب دي ممكن ارسم منه اللي هو الكرتون، ممكن اعمل منه اللعبه، ممكن اعمل منه كائنات ثلاثيه الابعاد، ممكن اعمل منه كتاب، ممكن اعمل منه ختم. فاللي يهمني اكتر الشيب والترانزيشن والانيميشن والسلايد شو. زي ما قلنا الترانزيشن هي خاصة بالانتقالات ما بين كل شريحة والتانية، الانيميشن اللي هي المؤسسات اللي بالداخل، والسلايد شو اللي هي طريقة العرض. في حاجة اسمها هنا الانيميشن بين، هتهمني ان شاء الله وهنعرف استخدامها ايه في الفترة او المحاضرة اللي جاية ان شاء الله. طيب اخترت حاجة زي كده، في حاجة اسمها الانيميشن بين اهي. فبيقول لي انت عامل اهو التاثير، عامله على ايه؟ لما اجي اضغط كليك يمين واختار حاجه اسمها افكت اوبشن على التاثير، ظهرت عندي تاثيرات زي دي. لو عايز احط صوت للتاثير بعد الانيميشن مثلا، لو عايز تعمل لون تكست نص،
التايمنج اللي هو الوقت نفسه، الستارت انا عايز الانيميشن يكون مع السابق ولا لما اضغط ماوس بس يظهر، طب المده ما بين كل انيميشن والتاني، والديوريشن نفس اللي احنا شرحناه هنا في الستارت والديوريشن والديلي. هنا التكست انيميشن النص نفسه، النص نفسه اهو. انا لو عندي مثلا حاجه زي كده اهو، جيت دوست على انيميشن بين تاني ظهر معايا هنا، واختار حاجه اسمها افكت اوبشن. لو اخترت حاجه اسمها الباي وورد ورحت دوست على اوكي، يعني هيظهرها لي بالكلمه. طيب لو افكت اوبشن تاني واخترت حاجه اسمها الباي ليتر، دوست على اوكي، معناها بيظهر لي كلمه كلمه او حرف حرف. شايفين كل ما زود في الدائره اللي بيزيد معايا اهو. ريفيو شايفين اللي بيحصل، بيظهر حرف حرف. تمام. طيب الناس بقى تجهز نفسها ان شاء الله بدايه من محاضرات الباوربوينت اللي جايه. اعتبر انا كده خلصت شرح برنامج الباوربوينت، خلص الشرح بتاعه اللي هو يعتبر الاساسيات اللي فيه. انا عايز اقول لكم كمان مش الاساسيات، احنا يعتبر دخلنا شويه في الجزء المتقدم في الترانزيشن والانيميشن وسلايد شو، بس هندرس اكتر الادفانسد وهنعرف اكتر التطبيقات على الباوربوينت لما نشرح الثمان حاجات اللي احنا قلنا عليها: الانفوجرافيك، المشهد التحريكي، العد التنازلي، الكرتون، اللعبه، كائنات ثلاثيه الابعاد، الكتاب، الخطه. هوريكم برضو لو جينا بصينا على المشروع الاولاني، لما اجي اعمل السلايد شو، اجي هنا مثلا في السلايد حركه نفسها اعمل لها ريفيو، اروح على السلايد شو واعمل فروم بيجيننج، ايه اللي حاصل؟ شايفين حاجه مثلا زي ده كتاب اهو، ده شكل كتاب. اللي بعدها نفس القسم اهو، شايفين ازاي بيفتح الكتاب. لو جينا رحنا بقى على الحاجه اللي بص على الريفيو، بص على الريفيو فيشن، ان ده يعتبر بصوا كده ايه اللي بيحصل. اتعلم ده الشكل يعتبر موشن، اتعلم ازاي نعمل مشهد بسيط زي ده. الكتاب الترانزيت على بريفيو، او رحت على الصفحه الثانيه اهو، ادي شكل زي صانع لكم ايه عملنا ايه فيه. برضو الانيميشن دي كلها حاجه خاصه بالانيميشن زي ما انتم شايفين كده اهو. حاجه زي كده اهو، لو جيت دوست على انيميشن بيكتب لي اللي انا عايزه اهو. دي كلها حاجات انا ممكن اعملها برضو ونشتغل على الباوربوينت.
جينا بقى للحاجة الأهم والحاجة الأكبر زي ما بيقولوا، مشروع ده مشروع يعتبر كبير. الريفيو هذا العد التنازلي، طيب حاجة زي السبورة كده اهو، دوسنا على بريفيو شوف اللي بيحصل معايا، بيكتب لي اسم اللي انا عايزه. ممكن برضو اقلل السرعة بتاعت الايد اهو، هنا ده الشخصية الكرتونية، ده مشروع ورنت مشروع بسيط. دي حاجة زي لعبة كده، لو جينا على السلايد شو من الكرنت سلايد، لو ضغطت على دي ظهر بايرن ميونخ، هضغط هنا هرجع تاني اهو، هنا برشلونة، هنا الباير اللي هو المتشابهين مع بعض. ليبر ده حاجة برضو بسيطة. دي كلها تمبلت برضو جاهزة، أنا ممكن أنزلها تمبلت جاهزة، أنا ممكن أنزلها. طيب لو جينا هنا فتحنا مثلا تقرير زي ده، هنا مثلا سؤال بيقول لك قارن بين ما بين، أنا عندي ده أهم سؤال يعتبر، البرامج التالية الوورد، الباوربوينت، الاكسل، الاكسس. استخدام الوورد، الوورد انا بستخدمه في تحرير النصوص، اما الباوربوينت انا بستعمله في العروض التقديميه، الاكسل الجداول الالكترونيه، والاكسس اللي هو قواعد البيانات. امتداد الوورد دي او سي اكس، اما الوورد ماكرو دي او سي ام، الباوربوينت دي بي تي اكس، الاكسل اكس ال اس او اكس ال اس ام، الاكسس اي سي سي دي بي. الصفحه في الوورد اسمها بيج، في الباوربوينت اسمها سلايد، في الاكسل اسمها شيت، في الاكسس اسمها بيس. اما البرنامج نفسه الوورد اسمه دوكيمنت اللي هو مستند، الباوربوينت بريزنتيشن او عرض تقديمي، الاكسل بوك كتاب او ورك بوك، والاكسس اسمه الداتابيس. قوائم البرنامج هكتب له هنا قوائم البرنامج، كل برنامج اللي هو القوائم اللي فوق شريط القوائم اللي هي فايل وهوم وانسرت وديزاين ولي اوت وريفرنسز وميلينج وريفيو وفيو. ممكن في الباوربوينت بنشيل اللي اوت والريفرنسز والميلينج، بنضيف مكانهم الترانزيشن والانيميشن والسلايد شو وهكذا. الاستخدامات، انا بستخدم الوورد في تحرير النصوص، الباوربوينت العروض التقديمية، الاكسل بستخدمه في ان انا بعمل بيه جداول الكترونية، الاكسس في قواعد البيانات. دي اسئلة خاصة بالنظري برضه، الجزء النظري تمام. انا كده اعتبر النهاردة اديتكم نبذة مختصرة عن الحاجات اللي هتتشرح المحاضرات اللي جاية، وان شاء الله باذن الله يعني هيبقى في اضافة تاني لبرامج اوفيس، بحيث ان انتوا تتعلموا كل برامج الاوفيس، ما تسيبوش اي برنامج انتوا مش فاهمينه كويس. اللي احنا بندرسوه ده اللي هو الادفانسد، مش لدرجه ان انا بس اعرف الاساسيات وبس. كل اللي احنا هناخده ان شاء الله هيأهلك ان انت تدخل الامتحان الدولي الاي سي دي ال، الاي سي 3، الام او اس، الام او اس اي، الام او اس ايه تاني، احنا قلنا الام او اس اي، وفي الام او اس ام، وعندي اللي هو الاكسترا. هي هيلك انك تدخل الامتحانات دي كلها ان شاء الله باذن الله تكون في استفاده للناس. انا كده خلصت محاضره اليوم، ان شاء الله اتمنى الناس تكون استفادت من محاضره النهارده. انا مش هكتر محاضره النهارده علشان خاطر ان شاء الله موضوع الصوت والصورة، عشان انا بس موجود بره. بالنسبة للمحاضرات اللي جاية، علشان برضه الناس تكون مركزة معايا وفاهمة الباوربوينت كويس، ان المحاضرات اللي جاية المحاضرتين الفاضلين محتاجين شغل شوية مننا.
محتاجين الناس تكون مركزه اكتر من كده معايا. ان شاء الله باذن الله المحاضره اللي جايه من ساعتين لثلاث ساعات، والمحاضره اللي بعدها نفس القصه، هنشرح اللي احنا قلنا عليه الثمان حاجات اللي قلنا عليهم في الباوربوينت، محتاجين شغل معانا. ولو احتاجنا احنا نزود محاضرات تاني في الباوربوينت نزود، مفيش اي مشكله. زي ما قلنا بعد الباوربوينت قبل ما ندخل في الاكسس هنشرح الجزء النظري، الجزء النظري اللي انا عرضته في الاول، بعد كده ندخل على برنامج الاكسس، وبعد اكسس ان شاء الله هنشرح البرامج التانية اللي قلنا عليها. كل برنامج فيهم هياخد من يوم من محاضرة لمحاضرتين، ان يعتبر شغلك كله في الوورد والباور والاكسل والاكسس، اكتر اربع برامج ممكن تشتغل عليها. بقى البرامج ان شاء الله من يوم من محاضرة لمحاضرتين. هنحاول نظبطها ان شاء الله، نحاول نظبطها مع الناس. الباور بي ان شاء الله باذن الله، الباور بي هياخد برضو مش كتير، بس هو اللي فاهم كويس اكسل هيفهم الباور بي ان شاء الله. يبقى في شرح للباور بي، هنزود عدد المحاضرات، بس معلش انا بعتذر مش هيكون دلوقتي بظروف معايا يعني. مايكروسوفت بروجكت ان شاء الله في النهايه يبقى في مشروع زي ما بيقولوا مشروع تخرج ليكم كلكم. تمام. هندسه انا خلصت محاضره اليوم، استاذن حضرتك ان انا ممكن اخرج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.